موضوع ثالث عايز اتكلم فيه مع حضراتكم، وهو موضوع خاص باعلان تاسيس رابطه الانديه الافريقيه غدا خلال الساعات القليله القادمه. يمكن زميلنا الصديق الاستاذ محمود شوقي اتكلم في هذا الامر امبارح، تحديدا غدا الخميس او في صباح غدا الخميس هيتم الاعلان عن تاسيس رابطه الانديه الافريقيه من القاهره، على غرار رابطه الانديه الاوروبيه إن شاء الله في أحد الفنادق بمنطقة الزمالك، هيحضر ممثلو الأندية الإفريقية سواء رؤساء أندية أو مديرين تنفيذيين ورياضيين في وجود رئيس الكاف باتريس موتسيبي. أعتقد إن هي تجربة متأخرة جدا في أفريقيا، بالمناسبة كان لازم تبدأ من بدري، وخصوصا مع تراجع أداء بعض الاتحادات المحلية وعدم دفاعها عن أنديتها في المسابقات الأفريقية. الرابطة دي هيكون دورها الرئيسي، من المفترض أن يكون دورها الرئيسي الحفاظ على شكل الأندية في أفريقيا والحفاظ على حقوق الأندية في أفريقيا، عشان يكون في نوع من التفاهم بشكل مباشر أيضا ما بين الأندية والكاف، وده اللي كان بيعاني منه بشكل كبير جدا جدا النادي الأهلي خلال السنوات السابقة، لأنه في النهاية هي الأندية هي أصحاب المصلحة في بطولات الكاف اللي بتتعمل كل سنة، الأندية دي هي اللي بتلعب عشان تدخل للكاف فلوس كتير، وبالتالي كان لازم يكون للأندية الإفريقية صوت وصوت مسموع لدى الكاف. أحيانا بتبعت خطاب للكاف، فأنت لما تيجي تعمل كده كنادي بتعمل إيه؟ بتبعت للاتحاد المحلي، والاتحاد المحلي بتاعك يبعت للاتحاد الأفريقي، فممكن تلاقي الجواب دخل الدرج ما طلعش في الاتحاد المحلي. لو الاتحاد المحلي مش راضي عنك تلاقيه مدخل الجواب في الدور يقول لك معلش انا نسيت الجواب، زي ما حصل قبل كده. ايضا ممكن تلاقي نقطه تانية شديده الاهميه والحساسيه، ان الاهلي بيخوض دائما خلال الفترات الاخيره معارك منفرده، الناس اللي بتبقى واقفه بعد ربنا، الناس اللي بتبقى واقفه هو جمهور النادي الاهلي فقط. افتكر نهائي دوري ابطال افريقيا 22، هذه المباراة الفجة واللي حصل فيها، مش المباراة نفسها ولكن ما قبل المباراة واللي حصل، وان المباراة بقت مرة واحدة ولم يدافع عنك احد، ولعبنا على ارض المنافس ماتش واحد. كابتن خطيب تحمل المسؤولية ووجه الكاف بمسؤولياته قدام الناس كلها، قال لهم اتس نوت فير. بعدها بكم اسبوع تقريبا قدم مقترحات في مؤتمر صحفي عشان الكاف يستجيب. وبالفعل بصراحه، خلينا نتكلم بصراحه، الكاف استجاب ورجع للمباراه النهائيه ذهاب واياب. فان شاء الله لما يكون في الاتحاد الافريقي ان شاء الله لما يكون رابطه للانديه موجوده في الاتحاد الافريقي، هيكون ان شاء الله عندها مسؤوليات كبيره جدا للتنسيق مع الاتحاد الافريقي نفسه، مع كل الانديه، وفي الاخر هتبقى مصالح مشتركه للانديه والاتحاد الافريقي في كل حاجه بقى، كل حاجه. فزي اللوائح والمسابقات والتعارض في بعض المواعيد، تفتكروا حضراتكم نهائي بطوله الامم الافريقيه وبدايه مباراه كاس العالم للانديه، وان هنا المباراه كانت يوم كذا والكاس العالم للانديه كان يوم كذا، على الرغم من اللي بيحط الاثنين الاتحاد الافريقي او بالتعاون حتى مع الاتحاد الدولي، والنادي الاهلي في الاخر بمسؤوليته الكبيره جدا واسمه الكبير جدا لعب هنا وهنا، لعبته يعني اللي موجودين في الامم الافريقيه لعب طبعا، لان ده اسم مصر وما يقدرش النادي الاهلي يتدخل في هذا الامر، ولعب برضه بعدها بيوم بمجموعه اللاعبين الناشئين وربنا كرمنا وكسبنا. اتمنى ان يكون هناك في نوع من التفاهم خلال الفتره اللي جايه، التفاهم والتنظيم لكل البطولات ومواعيدها، لانه عندنا مشكله كبيره جدا جدا، والمشكله دي هتفضل موجوده لغايه امتى انا ما اعرفش. هل سيكون لرابطه الانديه الافريقيه دور في هذا الامر؟ اتمنى ان ده يحصل ويكون في نوع من التفاهم زي ما قلت لحضراتكم والتطوير، لان الكره الافريقيه محتاجه زي تقنيه الفار. تخيل حضرتك ان انت بتلعب نص دوري ابطال افريقيا، اعظم بطوله في افريقيا، بتلعب نصها من غير الفار والنص التاني بالفار. يعني في دوري الابطال الافريقي، دوري المجموعات اللي احنا بنلعبه دلوقتي، يعني لو يانج افريكانز جاب فيك جون اوف سايد ما فيهاش مشكله، يجيب جون اوف سايد عادي والحكم ما خدش باله او اللاين ما خدش باله،
هل في كده في العالم؟ ما بيحصلش. دي كلها ملفات موجودة، أعتقد إن هي هتكون مسؤولية رابطة الأندية إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية بعد انطلاق عملها. غدا سيتم الاجتماع في القاهرة للمناقشات النهائية حول تأسيس الرابطة واللائحة، وهيكون أكيد في اجتماعات مختلفة لانتخابات الرابطة حسب الاتفاق مع الكاف. وبيني وبينكم برضو ندي الحق لأصحابه، كانت فكرة عند متسيبي من زمان قبل ما يفكر حتى في الترشح لرئاسة الكاف، كان عاوز يأسس لرابطة الأندية الإفريقية، ودلوقتي هو بيعمل على تنفيذ هذا الأمر بشكل فعلي. الدعوة وجهت لستين نادي تقريبا، يعني عدد كبير من الأندية، ولسه هنشوف بكرة الشكل النهائي للرابطة وعدد الأعضاء وطريقة الانتخاب والتعيين أو التعيين، معرفش كل ده، وكل دي تفاصيل لم يتم الاستقرار عليها حتى الآن. نتمنى أن تكون كيان حقيقي يقف لكل الأندية الإفريقية ويحافظ على حقوق كل الأندية الإفريقية بدون وسيط، وأنها ما تكونش مقتصرة على التواجد والشكل والتمثيل فقط، إن أنا عندي رابطة الأندية الإفريقية ولكن مش هعمل أي حاجة. فأتمنى أن يكون لها دور فعال في المشاركة مع الكاف في إدارة كرة القدم الإفريقية وتطويرها.